بانادول اكسترا مسكن للالم بفاعليه اكبر ولطيف على المعده. عقباوي دمنا حامي. شوف لحظه لحظه شوف هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ حاجة أنت ما تعرفهاش ولا كنت هتعرفها عن ببجي موبايل. معانا في اللعبة أكتر من 30 كوتشي وبننزل حافيين برضه. ليه؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك. خريطة السنوك طول بعرض ما فيهاش ولا سكار ولا دي بي، عارف ليه؟ انا ذات نفسي مش عارف. ما تنساش بقى تروح تشترك في مربع الاحمر ذات المثلث الابيض. هاكر هاكر وصل على محمد صل على محمد ما رأسي kau macam unta kau nak marah 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 merah mata semua pecah piston pecah belok pecah buka pecah عقباوي دمنا حامي دنيا دايره بالاسامي مش بهيم مهما غير فيش الكلام ده. قصي بلدي ده قصي بلدي ده قصي بلدي ده قصي بلدي عاش جاي Rough life, rough crime. You demand a hard time. No guides, no sign. Walking on a thin line. Sentence, no time. Fight, wonder why we hostile. False prophet, make. إنه ليس تمساحا عاديا. إنه تمساح بيلو بونغ كينغ. وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا. متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. طلع النبي انا اخر مره وقعت النوكا كان في السيزون الثاني كونكر 67 سيزون على التوالي بلعب بثلاثة جيريسكوب الحساسيه 67000 عدد الصوابع صوابع ايدي ورجلي كلها ايباد برو 250 فريم من شركه بسبوسه جيمنج قفلت ببجي 7 مرات وبلعبها السيزون ده فور فن فلو يا زلمه امك رجعتك البطن امك ما تقدر تصير زيي وده صح حتى في الجول يا رياض 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 بابا هتفضلوا مرفوضين في كل مكان حتى في اللعبة اللي بده كود الحساسية يجي خاص يكتب 1100 ولسه عزيزي المشاهد مستمر الحرب بيني وبين عصابة فيكتور يا لهوتي يا خرابي يا كزميتي يا شرابي يا سميتي يا روابي أحا السلاح خلص طب ايه طب ايه يا جدعان ثانية واحدة مانيش داخل السين لا انا بجرب سكه جديده فبهبل في المزيكا فانت هبت منك سيكا ولا فاهم قصدي خد دي شيحة اجري يا بسم الله عليك انا عملت ايه
انا بدي اقول رسالة. يا اسطى بتلعب تقييم؟ لا انت امك داعي عليك يا جدع من الصبح. شو اسمك يعني هلا حبيبي؟ ما خليك تجيب الكونكر بالجيم ده. انت لازم تتصنف توب 1 من الجيم ده. انا اكرهك تلعب تقييم. يا ابن الحلال عم مسكر العالم يا انا عم تلعب. اسكت. بس يلا بس اخليك انا هنوصل تحت. لا عامل لي فيها بدلة الفرعون ومش عارف ايه ما يغركش ام فر الزبلبن برضه بنعمل شغل جامد يعني. هنوصل تحت وهتشوف. بص احنا لما نوصل انت هتجيب كونكر مع احلى سالب 50 وينك؟ تعال